المكان. اهلا ومرحبا بكم في الاستاديوم دورتموند، حيث الاجواء الجميله والاستعداد الرائع لهذه المباراه. واسعد بصحبتكم اليوم من كابينه التعليق، جوله افتتاحيه هنا وبدايه المشوار في دوري المجموعات من يورو 2024. ايطاليا في مواجهة المنتخب الألباني، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. لاتشي، الثاني يتقدم بعزيمة وإصرار، يتوغل في مناطق الفريق الآخر، ممكن أن يأتي التقدم إلى خارج الملعب ركلة الزاوية. التنفيذ هنا بشكل قصير، وبمبدأ الأمان تتشتت الكرة. ديميسيتي، لاتشي، تقدم الهجوم قد يعطي خيارات كثيرة هنا. محاولة لمفاجأة الحارس من مسافة بعيدة لكن وصلت سهلة، لم تشكل أي خطورة في اللقطة الماضية. فقد الفريق الكرة في هذه اللحظات، فراتيزي يتمكن من اعتراض الكرة، راسبادوري، جورجينيو، لاتشي، شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. هجوم يبدو واعد، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا لها من تصويبة، كانت قريبة جدا من المرمى. سكالفيني، فراتيزي، دي لورينزو يتمكن من اعتراض الطريق. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع، وهنا خطأ موجود وضربة ثابتة بالتأكيد. كرة بتلعب قصيرة، لاتشي، خطأ وركلة حرة في مكان قد تشكل خطورة. إذن أعزائي المشاهدين، تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول. نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. تقدم هجومي ممتاز، يكسب أرض في مناطق الخطورة. حساني، شجاعة كبيرة في التسديد، شوف اللقطة، شوف اتخاذ القرار، لكن اللعبة عدت في اللقطة الماضية كانت قريبة من المرمى. فراتيزي نجح في تدخله لاستعادة الكرة من جديد. وصول الدعم من زملاء في هذا التوقيت. بيشتت الكرة، الآن فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء،
التوغل الهجومي مع إمكانية فرصة حقيقية إذا اتخذ القرار السليم. قد تكون هذه كرة الفوز، كرة الحسم، الضربة الركنية في هذه اللحظات. واضح أن المدرب يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء. شوف عمليات الإحماء على خط التماس. راسبادوري. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة. يبحثون عن هدف التقدم القاتل في اللحظات الأخيرة. ولن تنطلق صفرة نهاية المباراة. تعادل هنا في هذه المواجهة، اقتسام النقاط في أول جولة من مباراة المجموعة. وضح بأن التنافس يبدأ بقوة وصراع التأهل سيكون قوي جدا. كان مهم جدا تجربة